إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أساطير الأولين عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم 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 بعذاب أليم بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فيهم ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما كانوا أولياءه وما كانوا أولياءه
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية 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 إلا مكاء وتصدية إلا مكاء وتصدية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون عليهم حسرة ثم يغلبون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين سنة الأولين
فقد مضى السنة الأولين فقد مضى السنة الأولين وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير بما تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا أن الله مولاكم موليكم فاعلموا أن الله مولاكم مولاكم موليكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم